بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 47 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال إن أبا هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، وأن عمر أنكر عليه كثرة الرواية ونهاه عن الحديث، وأنكر عليه ابن عباس وعائشة أشياء. قال الشيخ رحمه الله: هذا خطأ من وجوه. أحدها قوله إن أبا هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة، فإن عمر ولى أبا هريرة على البحرين، وهم خيار المسلمين الذين هاجر وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد عبد القيس، وكان أبو هريرة أميرهم، هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه مثل مسألة المطلقة دون الثلاث: إذا تزوجت زوجا أصابها هل تعود إلى الأول على الثلاث، كما هو قول ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن عمر بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث، أو تعود على ما بقي، كما هو قول عمر وغيره من أكابر الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، بناء على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث، فهو الذي يرتفع بها، والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترفع الإصابة منها شيئا. فأفتى أبو هريرة بهذا القول، ثم سأل عمر فأقره على ذلك، وقال: لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضربا. وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة كابن عباس وغيره، وأقواله المنقولة عنه في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر وعلي أفقه من عمران بن حسين وأبي موسى الأشعري لم يخرجا بذلك من الفقه، وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهما لم يخرجا بذلك من الفقه. الوجه الثاني أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة فيما يخالف القياس والظاهرة، كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وعمل أبو حنيفة مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر، فترك القياس لحديث أبي هريرة، ونظائر ذلك تطول. ومالك والشافعي وأحمد عملوا بحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل لأنه طاهر عنده، بل الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة، كما ترك أبو حنيفة القياس في مسألة القهقهة بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة، وحديث أبي هريرة أثبت منه باتفاق الأمة. الوجه الثالث أن يقال: المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون فقيها كالملقنين بحروف القرآن وألفاظ التشهد والأذان وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع حديثا وبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا بين في أنه يؤخذ بحديثه الذي فيه الفقه من حامله الذي ليس بفقيه، ويؤخذ عمن هو دونه في الفقه، وإنما يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد روي بالمعنى،
فخاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدري. وأبو هريرة كان من أحفظ الأمة، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، قال: فلم أنس شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولهذا روى حديث المصراه وغيره بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة كعمر وابن عمر وابن عباس وعائشة، ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك. الوجه الخامس أن أحدا من الصحابة لم يطعن في شيء رواه أبو هريرة، بحيث قال إنه أخطأ في هذا الحديث، لا عمر ولا غيره، بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة فيحدث ويقول: يا صاحبة الحجرة، هل تنكرين مما أقول شيئا؟ فلما قضت عائشة صلاتها لم تنكر مما رواه، لكن قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم، ولكن كان يحدث حديثا لو عده العاد لحفظه. فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه. وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئا؟ فقال: لا، ولكن أخبر وجبنا. فقال أبو هريرة: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ وكانوا يستعظمون كثرة روايته، حتى يقول بعضهم: أكثر أبو هريرة، حتى قال أبو هريرة: الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد. أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق في الأسواق، وأما إخواني من الأنصار فكان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم قال: أيكم يبسط ثوبه؟ فبسطت ثوبي فدعا لي، فلم أنس شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثا يصلي، وثلثا يكرر الحديث، وثلثا ينام. وقد بين أن سبب حفظه ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم وقطع العلائق ودعاؤه له. وكان عمر بن الخطاب يستدعي الحديث من أبي هريرة ويسأله عنه، ولم ينهه عن رواية ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توعده على ذلك. ولكن كان عمر يحب التثبت في الرواية حتى لا يجترئ الناس فيزاد في الحديث. ولهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان، مع أن أبا موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة. الوجه السادس أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة في الفقه، كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية الجنين، وكما رجع عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفى عنها المنزل لمنزل الوفاة، وكما رجع عمر بن الخطاب وغيره في توريث المرأة من دية زوجها إلى الضحاك بن سفيان الكلابي، كما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع عن الحائض، وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل، فقام رجال من الشع فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به، ففرح عبد الله بن مسعود بذلك فرحا شديدا. وأبو بكر الصديق ورث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ونظائر هذا كثير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حكاية حصلت لمن طعن في أبي هريرة، بأن وقعت عليه حية من السقف وجاءت حتى دخلت الحلقة التي هو فيها فضربته فقتلته من بين الجلوس. قال: ونظير هذا ما ذكره الطبراني عن زكريا بن يحيى الساجي، قال: كنا نختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا شاب ماج، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. قال: فما زال حتى جفته رجلاه، يعني لم يستطع المشي عليهما.
انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأقول ليحذر بعض الجهال من كتاب العصر الذين يتجرؤون على الطعن في الأحاديث التي تخالف أهواءهم وعقولهم وأفهامهم، ويطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه بالذات وفي غيره. ليحذروا أن يصيبهم الله بعقاب من عنده بسبب استخفافهم بالأحاديث أو بأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.